السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دكتورة نهلة زغلول ماجستير طب أسرة القصر العيني. بعمل فاميلي ميديسين كورس الأطباء الأسرة والأطباء العموم. النهاردة ان شاء الله موضوعنا عن السوماتيك سيمتوم ديسوردر. اللي هو كان اسمه قبل كده سوماتايزيشن ديسوردر. العام بتاعنا has uh, the patient has unexplained symptoms that affect daily activities. See many doctors has many tests and often undergoes a variety of العام بتاعنا عنده سيمتوم سوماتيك سيمتوم اي سوماتيك سيمتوم مسببه له ديستريس عشانها سيك ميديكال ادفايس زي ايه زي مثلا عمل فحوصات كتيره جدا شاف دكاتره كتيره جدا ممكن يكون عمل كمان بروسيجرز كولونوسكوبي او اندوسكوبي تمام فهي مسببه له ديستريس The patient with somatic symptom disorder must have one or more somatic symptoms that is distressing or disruptive of daily life عنده واحد أو اتنين من somatic symptoms أي somatic symptoms that is disruptive of daily life ومسبب له distress excessive thoughts behaviors or feelings associated with the somatic symptom يعني عنده أحاسيس uh, 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 أو Uh, uh, behavior تجاه السيمتوم ده بتترجم لايه بقى which are exhibited by disproportionate thoughts about seriousness of illness يعني هو متخيل ان عنده مرض خطير يعني خلاص هو تفكيره ان هو عنده مرض خطير بالرغم من ان الفحوصات بتاعته او الميديكال uh, uh, الميديكال ريبورتس بتاعته ما اوضحتش ان هو عنده مرض خطير بس هو عنده ثوتس وعنده behaviors ان هو عنده مرض خطير exhibited by disproportionate thoughts about seriousness of symptoms high anxiety about symptoms طبعا مسبباله قلق انا عندي مرض خطير وقلقان or large amount of time and energy spent on health concern زي ما قلنا قبل كده العيان ده بيشوف دكاتره كتيره جدا بيعمل فحوصات كتيره جدا و وبيع... ممكن كمان يعمل procedures والنتيجه بتبقي مفيش اي مشكلة عنده بس هو عنده اتيتيود او بيهيفير ان هو عنده مرض خطير فبيتصرف على هذا الاساس مش مقتنع ولا بالفحوصات ولا بنتائج البروسيجرز تمام ثالث حاجة symptoms are persistent at least six months القصة اللي بنتكلم عليها دي مش العيان لازم يبقى فيها مش اقل من ست شهور عنده واحد او اتنين سوماتيك سيمتوم السوماتيك سيمتوم دي بتترجم عنده ليه بيهيفيرز او ثوتس اه ان هو عنده سيريس إلنس ان هو اه 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 ان عنده سيريس إلنس ان هو لازم يشوف دكاتره كتير لازم يعمل فحوصات كتير لازم يسبند تايم اند انرجي ان اون هيلث كونسيرنز تمام الديفرينشال دايجنوزس بتاع السوماتيك سيمتوم ديس اوردر اول حاجه الفاكتيشس ديس اوردر لانه بيتيجي في المالتيبل تشويس الفاكتيشس ديس اوردر ده العيان بيشنس هو انتنشنالي بروديوس سيمتومز يعني مثلا ايه بيحقن نفسه انسولين عشان يعمل, ي, يعمل لنفسه يبقى هايبو فبي بي, اسوم السكرول بيلعب دور المريض لكن هو مش مريض an تاني حاجه إلنس an anxiety أوردر a preoccupation that one has a serious disease but somatic symptoms are absent or less pronounced يعني هو متهيأ له ان هو عنده مرض خطير أو مرض معين في دماغه يعني هو مثلا ايه خايف من ان هو يجيله كانسر كولون مثلا بالرغم من ان هو ما عندوش سيمتومز ما عندوش ده العيان السوماتيزيشن ديس اوردر او السوماتيك سيمتوم ديس اوردر عنده سيمتومز عنده سيمتومز ومسببه له ديستريس بس عيان الالنس انكزايتي ديس اوردر هو ما عندوش سيمتوم بس هو مثلا ممكن يكون مثلا والده جاله كانسر كولون عنده كانسر كولون في العيله فهو على طول خايف ان هو يبقى عنده كانسر كولون ده illness and ديس disorder conversion disorder البيشنت present with anatomically implausible, implausible uh, uh, زي ايه اللي هو الـ 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 Anatomically مش م, م, مش راكبه مع بعضيها زي ايه؟ Whole body numbness عنده كو, كل جسمه منمل آه, آه, ما, 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 مش 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 فولو Anatomical Rule يعني and bilateral deafness عنده آه, آه, ودانه الاتنين ما بيسمعوش تمام and it is not under patient control and it is a diagnosis of exclusion as you need to exclude organic causes first and if symptoms under conscious control it is called malingering يعني لو العين ده بيتظاهر آه آه ان هو آه بالحاجات دي عن اندر سوشيال اندر آه كونشس كنترول بتاع البيشنت اتس آه كولد مالينجرينج بس لو آه كل الحاجات دي مش اندر آه كونشس كنترول آه دي بنسميها كونفرجن آه ديس اوردر ودي نفسي دي حاجات نفسيه تمام بس لازم آه طبعا دايجنوستس اوف اكسكلوجن افتر اكسكلود اورجانيك كوزس فيرست تمام دي نوت اندر ذا بيشنت كنترول لو اندر ذا بيشنت كنترول بنسميها مالينجرينج تمام وات ويل يو سي تو ذيس بيشنت انت هتقول للعيان ده ايه جاي لك بقى عيان بفايل قد كده فيه فحوصات وهو عنده سيمتومز فعلا مسببه له ديستريس في الحقيقه فعلا وشوف انا رحت الكذا ورحت الكذا وعملت كذا وعملت كذا بس كلهم بيقولوا لي ما فيش حاجه انت بقى اللي هتقولي الموضوع الأبروتش uh, uh, بتاعنا use honest but gentle approach most patients feel better if you have a name for an illness لازم تسمي الإلنس بتاعه confirm بيشنت symptoms these are real problems causing real distress يعني تقوله انت السيمتومز بتاعتك حقيقية وفعلا لك فعلا أنا عارف إنها لك إيه لك اه تعب لك إيه إعاقة في يومك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ بتاع اليوم بتاعتك Patient may not be receptive to your interpretation initially, but repeating the discussion at subsequent visits and focusing on normal diagnostic tests may help them accept the diagnosis. You will say you have a number of symptoms that are very real but can't be explained by our investigations. إنت عندك symptoms حقيقية فعلاً بس شوف إنت عملت فحوصات كتيرة جدا والفحوصات دي ما أدتش إلى نتيجة. the evidence suggests that you don't have life-threatening illness بس انت ما عندكش مشكلة بتسبب لك مخ... يعني مشكلة خطيرة تمام you have a well-defined disorder and other patients have similar, similar problems problem. problem. يعني انت دلوقتي عندك حاجه نفسيه هي اللي مسببه لك المشكله دي وكتير من البيشنتس كتير من الناس التانية عندهم نفس المشكله بتاعتك مش انت بس اللي عندك المشكله دي لان العيان احنا قلنا العيان بيرتاح لما بتسم بتحط نيم للالنس بتاعه فانت مشكلتك نفسيه مش مشكلتك ايه عضويه خالص انت زي الفل وما فاكش حاجه وشوف الانفستيجيشنز بتاعتك آه 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 ما ادتش الى اي نتيجه انت ما عندكش مرض خطير ولا حاجه بس انا عارف انك تعبان انا عارف فعلا انك عندك اعراض آه 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 آع حقيقيه مسببه لك مشكله وكتير من العيانين عندهم نفس المشكله بتاعتك ودي مشكله نفسيه تمام طيب يور اكشن بلان ايه هي الاكشن بلان بتاعتك بيشنت استابليش ريجولار كلينيك Ideally with one provider يعني لازم يجي بصورة منتظمة regular office visits أو regular clinic visits when with one provider يشوفوا دكتور واحد أفضل. Unscheduled visits to the emergency department should be discouraged unless first discussed with the primary provider. يعني العيان ده لازم ما ما تقول مش ما, ما تروحش الامرجنسي ديبارتمنت لو حلي لو لو حسيت بحاجه لازم تتصل بالكلينيك بينا الاول ولازم تاخد موافقتي الاول قبل ما تروح للامرجنسي ديبارتمنت وانت لازم تليمت اي انفستيجيشن او كونسلتيشن على قد ما تقدر الا لو حسيت فعلا ان العيان ده عنده مشكله يعني لازم اي لو قالك مثلا انا هروح لاستشاري كذا لازم تحاول تعمله ليميتيشن للانفستيجيشن والكونسلت إيشن uh, وما, وما تعملهمش إلا إذا كانت ال, ال ال الأمور من وجهة نظرك uh, محتاجة فعلا للكونسلتيشن وللإينفستيجيشن. بيشن should be allowed to discuss all their complaints, all all their complaints and a physical examination should be performed at every office visit. These measures let the patient know that their concerns are being taken. Seriously. يعني العيان ده لازم كل ما يجي لك في العيادة لازم تقعد تتكلم معاه ولازم تشوف المخاوف بتاعته ولازم يحكي زي ما هو عايز يحكي عن السيمتومز بتاعته ولازم تعمله له فيزيكال اكزامينيشن لازم تعمل له فيزيكال اكزامينيشن ات افري اوفيس فيزيت تمام ولازم يحس العيان انك فعلا واخد السيمتومز بتاعه سيريسلي آه آه تمام بجديه طبعا احنا قلنا اللاب تيست والراديوجراف والكونسلتشن شود بي ليميتد يوز يور بيست جادجمنت اس تو وين these diagnostic تيست ار انديكيتد طبعا مش 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 كل مش كل ما يقول لك هروح اعمل اشعه على كذا هروح اعمل التحليل الفلاني هروح تقول له ماشي وروح اعمل تحاول تليمت الموضوع على قد ما تقدر العيان طبعا في الاول هي مش هي مش هيستجيب بس بالريجولر اوفيس فيزيتس وأنه انه يحس انك متفاهم للسيمتومز بتاعته وكل مره تعيد عليه تاني الدايجنوزيس بتاعك وتعمل له فيزيكال في كل مره وكل شويه تconfirm وكل اوفيس فيزيت تconfirm ان هو معندوش حاجه خطيره وان اللاب بتاعته كويسه تمام فمش الموضوع بس محتاج ان هو يريلاكس ويهدى كده ويقنع نفسه ان هو ايه ما عندوش مشكله السيلكتيف سيروتونين ريابتيك ان هيبيتور مي هيلب وذ ريليتد انكزايتي سيمتومز ممكن ندي له سيلكتيف سيروتونين ريابتيك ريابتيك ان عشان يهدي الانكزايتي اباوت السيمتومز بتاعته Patient who are willing to be referred to mental health provider Individual psychotherapy, cognitive behavioral therapy and group therapy may be beneficial ممكن السايكوثيرابي ممكن لو العيان ده عنده رغبة في انه يتحول لمنتال health provider ممكن السايكوثيرابي ينفع مع البيشنت ده بالاضافة إلى ان احنا ممكن نديله selective serotonin reuptake inhibitor To relieve anxiety related symptoms بتاعته يبقى هنقول له لازم يبقى عنده ريجولار كلينيك فيزيتس اتليست وان مانث ويز وان بروفايدر لازم في كل فيزيت نعمله فيزيكال اكزيامينايشن وندسكاس ولازم يدسكسنا مخاوفه في كل فيزيت ولازم ناكد في كل فيزيت انه ما عندوش حاجه خطيره وان تحاليله سليمه وان ما عندوش اي مشكله ولازم ان ليمت اي راديو, جرا... را... راديو جرافس او آآ آآ لابس او كونسلتيشن از يو كان ما تعملش الا الحاجه اللي انت شايفها بس محتاجه والعيان ايه محتاج ليها كده خلص السوماتيزيشن ديس اوردر او السوماتيك سيمتوم ديس اوردر بتمنى تكونوا استفدتوا وبتمنى تشاروا الاستفاده وبتمنى تعملوا لي سبسكرايب للقناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته